بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الساعة إلى قيام يوم الدين. أعزائي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نكمل المحاضرة الثانية الخاصة بالكونفرشن من صيغة الديجيتال نمبرز الخاصة بالباند للانسات 8 الى صيغه الريفلكتنس. بعد ما بدينا بالمحاضره الاولى بصيغه تحويل الراديانس، الان نحول للريفلكتنس. بالنسبه للريفلكتنس هنا عندي المعادله خاصه بالريفلكتنس، هو عباره عن ضرب قيمه الديجيتال نمبر لكل باند بقيمه المالتيبيكاتيف الخاصه بذلك الباند، وتنجمع مع قيمه الاديتيف سكيلينج فاكتور لذلك الباند. طبعا للعلم اخواني، مثل ما وضحت بالمحاضره السابقه، الجدول الخاص بقيم بهاي القيم قيمه المالتيبليكاتيف والاديتيف سكيلينج، ذن القيمتين نقدر نحصلهم في الجدول المرفق مع كل صوره، وهذا الجدول احنا نقدر نلقاه، هذا الجدول نقدر نلقاه في الفولدر الخاص بالصوره نفسها. الفولدر الخاص بالصورة نفسها لو تلاحظون هذا الفولدر، مثل ما تحدثنا بالمحاضرة السابقة راح نجد هنالك اكو هنا عندي هذا الملف اللي هو MTL، هذا الملف نفسه افتحه بصيغة التكست فراح يكون عندي هذا هو الملف نفسه، وراح اجد هنالك قيم للراديانس وقيم للريفلكتنس. ما اود ان اشير بانه القيمة بالنسبة للريفلكتنس قيمة المالتيبيكيتيف والاد اديتيف قيم متساوية لكل الباندات، باستثناء يا باند باستثناء الباند العاشر والحادي عشر، حيث ان في البادين العاشر والحادي لا يوجد قيم ريفلكتنس، ماكو عندنا قيم ريفلكتنس في هذين الباندين، فقط اكو راديانس. فهنا الملاحظة لو تلاحظون هنا الريفلكتنس من الباند الاول الى الباند التاسع هو نفس القيمه، كذلك قيمه الريفلكتنس اتيتيف من الباند الاول الى الباند التاسع نفس القيمه، فهاي ملاحظه يجب الانتباه لها. فهنا في البدء راح نجي نرجع كما اسلفنا، نذهب الى الارك تول بوكس، الارك تول بوكس ونروح الى سبيشال اناليسيس تولز. من سبيشال اناليسيس تولز نذهب الى الماب الجبرا، ومن الماب الجبرا عندنا الراستر كالكوليتر. من الراستر كالكوليتر تفتح لنا الراستر كالكوليتر، راح نجي ناخذ باند، افتح قوس الباند الثاني مضروب في قيمة المالتيبليكاتيف خاصة بذلك الباند، مثل ما قلنا هي كلها متشابهات. سد القوس بلس ماينس، هو بلس والقيمة بالماينس اديتيف فتكون بلس ماينس، راح يصير ماينس عندي ماينس. هذا بالنسبة إلى قيمة الريفلكتنكس، لكن خلي اوضح حقيقة، هذا قيمة الريفلكتنكس لكنه بعد ذلك راح نشوف انها قيمة حقيقية. هسه نبدي ريفلكتنكس للباند الثاني، الباند الثاني اوكي. بنفس الآلية راح نجي نغلق هذا الارك تول بوكس للسرعة اخواني، اروح للجو بروسيسنج اخذ ريزلت، من الريزلت اقول له ارجع لي هنا، راح انطي هنا الثالث ومنها الثالث، لان قلنا نفس القيمة راح تكون هاتين القيمتين، هي نفس القيمتين لكل الباندات، فبالتالي ما احتاج اغير، فقط اغير رقم الباند اوكي. الباند الآن الرابع،
باند الرابع، الباند الرابع الباند الآن هو الخامس، الباند الخامس الباند الآن هو السادس، وهنا الباند السادس. الآن أكملت عملية التحويل من صيغة الباند، من صيغة الديجيتال نمبر إلى المفروض، إلى صيغة الريفلكتنس، إلى صيغة الريفلكتنس. لكن هل هذه تمثل فعلا الريفلكتنس؟ هنا عندي ريفلكتنس الباند السادس، الباند الخامس، الباند الرابع، الباند الثالث، وهذا الباند الثاني. هل فعلا هذا يمثل الريفلكتنس؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن. عودة على بدء. حقيقة هذه عملية الحساب للرفلكتنس من صيغة الديجيتال نمبر تو رفلكتنس للبدء، قد يتصور البعض أو الكثير من الباحثين حقيقة يتصورون بأن هي قيمة حقيقية، لكنه للأسف الشديد هذه القيمة لا تعتبر قيمة حقيقية للرفلكتنس. ليش؟ السبب أنه هنالك تأثير للسولار أنجل بالنسبة للقمر الصناعي نفسه، لذلك الأصحاب يعني لانسات أو هم المصدرين للصور لانسات 8 أو 7، هم في يعتبرون هنالك مستويات ليفلز، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. ليفل 1 في بعض الأحيان لا يقومون بعملية كوركشن لقيم الخاصة بالسولار أنجل. لذلك هذه الملاحظة لطيفة جدا، هذه الملاحظة هي لو تلاحظوها بنفس الهاند بوك الخاص باليو اس جي اس، يقول بأنه نوت ذات قيمة الريفلكتنس از نوت ترو، نوت ترو تي او اي ريفلكتنس. ليش؟ because it does not contain a correction for the solar elevation angle. لاحظ this correction factor is left out of the level 1. هنا هي هذا العملية، هذا التصحيح هو ما يضعه ضمن ال level 1. scaling at the user request حسب حاجة ورغبة المستخدم نفسه. some users are content with the sense center solar elevation angle in the metadata while other prefer to calculate their own per pixel solar elevation angle. واضح؟ Across the entire sense. زين، once a solar elevation angle is chosen، جيد، the conversion to true to a reflecting is، يجب أن يتم تقسيم قيمة اللي حسبناها اللي هي الـ top of atmosphere planetary spectral reflectance، هاي تقسيم على sin زاوية الفاي اللي هي شو تمثل؟ تمثل الـ solar elevation angle. from وين هاي القيمة موجودة؟ وين هاي القيمة موجودة؟ القيمة موجودة أيضا عندي في الجدول تحت label sun elevation، تحت label sun elevation، sun elevation، sun elevation. لكن اللطيفة حقيقة أنه برامج الارك ماب وأغلب البرامج الموجودة لا تقيس على اساس radiance الزاويه، تقيس على اساس degree. لذلك حتى نحول الى قيمه ال degree، حتى نحول الى قيمه degree، هنا نشوف هاي الملاحظه. اذا قيمه ال قيمه ال قيمه اذا قيمه الزاويه المعطاه في الميتا داتا لهاي القيمه هي لا تمثل قيمة الراديانس لكنها تمثل الديجري، فعليه يجب أن يتم ضربه بالنسبة الثابتة وتقسيمه على 180 حتى نحصل على الراديانس. حتى نحصل على شنو؟ حتى نحصل على الراديانس، فيجب أنه تأخذ هذا بنظر الاعتبار، تأخذ هذه العملية بنظر الاعتبار. فيجب أن مو الرقم مباشرة
يؤخذ من هنا، ولكنه يجب عليه أن تتم عملية شنو، تتم عملية الضرب بالنسبة الثابتة ثم التقسيم على قيمة 180 حتى شنو، حتى نقدر نحسب القيمة الحقيقية للزاوية. إذا لو نرجع على نفس الشكل الخاص بنا، نرجع على الشكل الخاص بنا. إذا الآن علينا أنه نجي نقسم هاي القيم اللي استخرجناها للباندات الأربعة، نقسمها على قيمة الساين للزاوية، والساين للزاوية قلنا هي ليست براديان، ديجري لازم نحولها أيضا. إذا نجي شو نسوي، نرجع إلى ال ونقدر ناخذ مباشرة منه، نقول إذا الباند هاي القيمة، ريفلكتنس الباند الثاني اوكي، تقسيم نفتح قوس، نجي هنا الى قيمة الزاوية ساين الزاوية اشقد، احنا عندنا بالميتا ديتا القيمة هي 67 كوبي، 67 كنترول في لصق زين. هاي القيمة قلنا نضربها multiply بالنسبة الثابتة اللي هي 3.141592 654 اوكي، وبعد ما تنضرب نخلي إشارة تقسم على 180. إذا نجي نتأكد من إيش، نتأكد من الأقواس، صير خلي قوس هنا، قوس هنا، هذا القوس لعملية الضرب، بعد ذلك نقسم على 180، ثم هنا نحتاج إلى قوس آخر لقيمة الساين. هاي طبعا السلحان المفروض هنا نقول ننطيه، نقول هذا ترو شنو، reflecting B2 لأن احنا B2 قسمنا على الساين الزاوية في النسبة الثابتة تقسيم 180. إذا هاي القيمة اللي نتجت لنا بنفس الآلية، راح نغير الباند الثالث ونخلي هنا باند ثالث لأنه نفس الزاوية ما تختلف عندي بنفس الآلية. باند الرابع باند الخامس و الباند السادس الآن صار عندي التالي. الآن صار عندي القيم الحقيقية لترو المن للباندات الأربعة، بدأ من 2 3 4 5 6، بين الباند الأربعة هاي القيم الحقيقية الآن أصبحت جاهزة للعمل. شكرا جزيلا وفي أمان الله وحفظه.